أنواع للمشاعر وأحلى نوع هو الحب الحقيقي. حب ما بتهمه المظاهر ابنه، والقلب هو همه الوحيد. المظهر والجمال وكل هاي الأمور رح يختفوا مع الوقت، أما حب القلب ولا ممكن إنه يختفي. وإذا اختفى هذا الحب فما فينا نقول عنه حب حقيقي، والغريب إنه القلبين بيصيروا قلب. شان هيك كل شخص بيعتبر الشخص الثاني هو رفيق العمر. مرحبا فيكم، أنا اسمي سوربي، هذا هو الجزء الثاني من مسلسل دقة قلب، وهو المسلسل المميز اللي حبيته كتير. ومثل العادة جبنا لكم قصة حب أبورفا مع فارتيكا. القصة من دلي. بتمنى تكون متذكر الشخص. إذا خسرت ما عاد رح تقدر ترجع له. مثل ما عمل ما عاد في وعي، ما رح يكون رح يفيد بيننا. أكيد متذكر، متذكره للشرط، بس أنت دير بالك على حالك لأنك رح تخسر كل شيء. قلت لك خسارتك مأكد. لا أبرا رح يخسر. أبورفا وناكول عم بيتخانقوا، رح روح خبر المدير. ايه شفته؟ معقول يخسر ناكول؟ ايه بيخسر. ما رح اطلع من المدرسة ولا بدي حكيها لرفيقتك، وانت دير بالك عليها، انا ما عاد بدي شيء ابدا. طلع ضعيف ناكول، وأبورفا قوي. هو اقوى واحد بالمدرسة. أبورفا زعلان. تخليت عن البنت؟ ليش هيك عملت؟ لأنه أنا هيك بدي. احكي لي عن البنت اللي بتحمل شنطة حمراء. بتحمل شنطة حمراء؟ ايه تذكرتها، فارتيكا. هي طالبة جديدة، صار لها 5 أيام بالصف العاشر. فارتيكا؟ صار لها 5 أيام وأنا لساتني ما شفتها. لا ما بيصير. بس ليك ما فيك تحكي معها بسهولة؟ في كتير شباب حاولوا يحكوا معه بس ما عطتن وش. بس أنا متأكد إنه رح تنعجب. ليكن أستاذ أبورفا، يلا على صفوفكن فوراً. حاضر. يلا. أنت عم تغلط كتير، هاي تالت مرة بيجيني شكاوي عليك. أنت شو عم يصير معه؟ جايين لتعمل مشاكل؟ أنا ما بقبل هالشي يصير بمدرستي، مفهوم؟ وهي آخر مرة بحذرك. ليك إذا بيجيني شكوى تانية عليك رح اضطر اطردك من هون. دير بالك على حالك، يلا صار فيك تروح. ايه معكم كثير حلوه، شفتوا شو عملت؟ كانت الحصه حلوه كثير، وبصراحه انا فهمت كل شيء على الاستاذ اليوم، كانت كثير مفيده. ايه كانت مفيده كثير. بيشرح بطريقه كثير سهله. ايه وانا حبيت شرحه كثير لهذا الاستاذ، عن جد كثير ظريف. رحله. رح جيب علامات عاليه اكيد. انا متاكده. مرحبا. طالبة جديدة؟ ايه. اهلين اهلين، انا أبورفا باخر صف، شفتكن قاعدين لحالكن اجيت حاكيكن، يعني انا اكبر منكن وبقدر ساعدكن بشو ما بدكن، انا جاهز. بالمناسبة اذا صار معكن اي مشكلة خبروني فورا بساعدكن، لهيك احفظوا اسمي. فرصة سعيدة. فارتيكا. ليكي حاكيني إذا بدك شي، لا تنسي. يعني بقصد إيه ماشي، بس أنت كيف عرفت اسمي؟ مش
صراحة أنا بعرف كل شي عن الحلوين اللي مثلك. حكيني وقت اللي بدك. ماشي طيب، نحن تأخرنا على صفنا وصار الوقت مشان نروح. فرصة سعيدة. ماشي صحيح، الدروس أهم من القعدة هون، ما هيك؟ روحوا بشوفكن. أنا شو قلت لك؟ أكيد مش الحال، بتكون حبتني. يلا يلا. تعا، طالب جديد؟ إيه جديد؟ إيه شو اسمك؟ اتركه خلاص، اتركه يمشي. ماشي، حاش تزعج العالم. اسمع شغلة، إذا حدا هون بيزعجك فورا بتضربه كف. ماشي يلا، بسيطة روح. شوات. مرحبا. أهلين، كيفك؟ ماشي الحال. بتمنى تكوني مبسوطة هون، بقصد مدرسة جديدة، يعني جو جديد عليك. ايه مزبوط، بس يعني بصراحة وقتي مليان بالدروس والحصص، فما عندي وقت اتسلى فيه بنور. مزبوط، كلنا هيك. بكل الأحوال بتحبي نشرب قهوة؟ قهوة؟ الحقيقة أنا متأخرة وهلأ عندي درس، لهيك بيجي غير مرة، بس هلأ لازم روح. بعدين برجع بشوفك. بشوفك؟ بشوفك. ليكي رح انتظرك المرة الجاية. شوفي الشب عن جد ذكي كتير، وين الغلط إذا شربتوا قهوة؟ انتي مانك فهماني علي، هذا الشب صار له كم يوم عم يلف ويدور حوالي، وخايفة إذا قبلت عزيمته على القهوة يضل يلحقني وما عاد يتركني بحالي. طيب بدي أسألك سؤال، أنتِ كيف ملاقيتي لهذا الشاب؟ لأنه أنا شايف تجانن طاير عقله فيكي. مو هيك، شو بتقصدي بهالحكي؟ أنا معك إنه هالشاب حلو ومهضوم، بس يعني بصراحة أنا ماني شايفته أكتر من صديق. بس بدي أحكي لك عن شي مهم، هذا أكتر شاب معروف بالمدرسة. عفكرة مبين شاب مرتب ومنيح كتير. نحن ما عم نقلك قومي تزوجي، بس شوفي هاي المرة وين المشكلة يعني؟ ايه اذا لقيتي حالك مو مرتاحة فيك تنهي القصة فورا. شو قوليلي، في شي شاب بحياتك؟ لا ما في حدا. لكن بقصد انه لحتى حبه لازم يكون لطيف. عن جد؟ يعني هلا ما في حدا عاجبك؟ خلص هلا نحن صرنا رفقات بالفحوص، الوراق، المدرسين والحضور، بكل شيء سوا. ماشي، ما حدا رح يقدر يساعدك مثلي. كمان انا بقدم لك حب كتير. ماشي قولي لي شو رايك. طيب طلعي شوي لهون، ليش عم تطلعي يمين وشمال؟ فيكي تطلعي فيني، أنا مالي بشع كتير. شوفي هالموضوع جد، أنا حبيتك كتير، بعرف الطريقة مالا حلوة بس كمان مالا سيئة. لا تقولي لا، أنا مالي متعود على الرفض.
أهلين، شو بدك؟ ولا شيء. لكن روح من هون. بعتذر. أبو أورفا، أنت ليش هيك حكيت معه للشاب؟ ما حكيت شيء، امشي. بس هون القعدة هي عن جد كتير. بس صعبة. أنا حليتها بسرعة على فكرة، ما أنا صعبة بالمرة. حليتها مزبوط. شو عم يصير هون؟ خلصتوا؟ يلا لك، يلا امشوا. أبو أورفا، هدول رفقاتي بالصف. عن جد؟ إيه؟ بعرف رفقاتك بالصف، بس الدرس خلص، يلا روحوا امشوا شباب. أبو أورفا، شو هالطريقة اللي بتتعامل فيها؟ أنا بتعامل كيف ما بدي مع الناس. فارتيكا، أنا صار لي ساعة ناطرك برا، وأنت قاعدة هون عم تحكي وتضحكي معهم؟ أنت شو مفكرتيني؟ شو بك شو جنيت هلا؟ أنت ليش هيك عم تتصرف آه؟ وشو في إذا قعدت مع رفقاتي وحكيت معهم بعد الدرس شو بيصير؟ بعدين نحنا كنا عم نحكي بالوظائف. شو مفكرتيني ولد؟ يعني خلص الدرس وأنت قاعدة معهم عم تحكوا بالوظائف؟ شو قصدك بهذا الحكي أبو أورفا؟ شوفي فارتيكا، أنا ما بحب شوفك عم تحكي مع شباب وتضحك وأنا ناطرك، هذا التصرف ما لازم تعمليه مرة تانية، وإلا عن جد رح أزعجك. بتعامل كيف ما بدي مع الناس. فارتيكا، أنا صار لي ساعة ناطرك برا، وأنت قاعدة هون عم تحكي وتضحكي معهم؟ تعبانة؟ شكلك تعبانة؟ ايه، كان نهار كتير متعب. طيب تعي نروح نقعد هنا، لأنه هون المكان مزعج. أبو أورفا، أنا كتير تعبانة، خلينا نقعد هون شوي، بكل الأحوال ما حدا رح يقرب ويزعجنا. ايه طيب ماشي مثل ما بدك، يلا تعي نقعد هون. أبو أورفا وقف، أخوك أنكور جوا عم يتخانق مع رفيقه بالصف. كيف؟ تعال. طيب يلا بسرعة. انتظريني هون راجع. خذ هيك. انت ما رح تفهم وما رح تفكر. 100 مرة قلت له لأبي ما يحطك معي بنفس المدرسة. يلا روح. ليش ضربته؟ شو صار لك؟ مو هو بلش بالخناقة؟ ايه مو هو بلش بالخناقة. شو؟ رح تمسحي له دموعه كل النهار؟ أبو أورفا، امشي. كل واحد على صفه، يلا امشوا. أنكور؟ شو عم تساوي هون؟ وليش كنت عم تطلع؟ لا شوفي، أنا الصراحة أجيت لأنه بدي أشكرك لأنك أنقذتيني من أخي. مشكورة. لا تشكرني، بس قلي شغلة، ليش بتخليه يعصب عليك لأخوك؟ هو بيعصب حتى لو ما عملت شي لإله، دايما بعيط علي وبيخانقني بلا سبب وعلى ولا شيء، بخانق وبيبهدل على طول بدون سبب، دائما بدون. أنكور، إيه مو لهالدرجة؟ لهالدرجة وأكتر. وبيعصب عليك أنت مو هيك؟ وأنت كيف عرفت؟ هديك المرة كنت أنا عم بسمعه لما صرخ عليك بالصف، كنت هنيك وقتها. كنت ليك أنكور، لا تشغل بالك فينا أنا وياه. هلأ روح على الصف وبعدين منحكي ماشي؟
شكرا. أهلين. شكرا. فارتيكا عم تبلش تكتشف أبورفا بصورته الحقيقية وطبعه وتفكيره. ما في بنت بتحب تنحط بهيك موقف بشع. لهيك فارتيكا صار عندها أسئلة ومحتاجة أجوبة. أول سؤال هو إذا كان أبورفا معه حق يتضايق من مرض أخوه العقلي ولا كان ظلمه بهالشغلة. بالحقيقة كل بنت بتتمنى أنه يكون الشاب اللي بتحبه لطيف مع الناس كله، وفارتيكا كانت عم تدور على هالجزء بأبورفا. شو عم تساوي؟ ولا شي. يلا فرجيني. لا لا ما في. بدي شوف. لا تحكي له لأخي. ايه ما رح احكي له، بس انت قلي أنكور هاي الرسمة لشو؟ لأنه الكل تركني ما عندي حدا، بس يلا ما في مشكلة، يعني أنا رح ضل لحالي. بكرة بيجيني رفيق يكون مثل الأخ الكبير اللي بتمناه، وانتي رح يجيك رفيق كمان بكرة. بس يصير عندك رفيق خبريني. أكيد رح خبرك أنكور، بس لو سمحت لا عاد ترسم هيك رسمات بنوب. شو رأيك ترسم لي رسمة خاصة إلي؟ أي ماشي. رح أرسم لك واحد. أنجل؟ نحن بالمكتبة. إيه؟ طيب أنا بخبركم. خلص لا تقلقي. إيه ماما اسمعي، إجاني تليفون ضروري. إيه أمي أنا ما عاد فيني طول، بدي رد هلأ ضروري، بس أقدر بحكي معك ماشي؟ طيب ألو؟ ألو؟ مع مين عم تحكي؟ إمتى ما اتصلت عم لاقي خطك مشغول؟ حكيت مع ماما وسلمت على بابا. كل مرة نفس الحجة؟ إمتى ما اتصلت فيكي بيكون خطك مشغول وبتقليلي هاي أمي؟ عن جد؟ أنت شو قصدك أبورفا؟ أنت عم تشك فيني مو؟ يا ريت ما تحكي معي بهي الطريقة بنوب. شو عم تقولي؟ لا تبلشي تحكي هذا الحكي، ومو دائما الحق معك، خلصنا. اسمع أبورفا، أنا ماني مضطرة أعطيك أي عذر، أنا ماني عم كذب عليك. وإذا ما بدك تصدقني لا تصدق أو سكر التليفون. مو مهم هالحكي، بدك تفهميني بالأول. دائما فاتحة الانترنت وعم تحكي، مع مين بتكوني عم تحكي؟ ومزح وضحك مع رفقاتك الشباب، ودائما خطك مشغول وعم تحكي مع أمك. ليكي ديري بالك مني، لهلا مكبر عقلي، لا تخليني أعمل مشكلة معك. ليكي فارتيكا، أنتي إلي يعني إلي، ما تختبري صبري، ما عندي صبر ومالي مضطر ضل ساعة ناطرك حتى تردي علي. يلا سلام. بتريد أنا ما بحب هالحركات أبورفا. ليش؟ أنتي ما بتحبيني؟ بعد أبورفا خلاص، إذا بتريد لا تعمل هيك. شو هالحكي ها؟ أبورفا خلاص بعد. شوفي فارتيكا، أنا ما بحب شوفك عم تحكي مع شباب وتضحك وأنا ناطرك. هذا التصرف ما لازم تعمليه مرة تانية، وإلا عن جد رح أزعجك. رح تمسحي له دموعه كل النهار؟ أبورفا مع مين عم تحكي؟ إمتى ما اتصلت عم لاقي خطك مشغول؟ أنت إلي يعني إلي، ما تختبري صبري، ما عندي صبر. إذا بتريد أنا ما بحب هالحركات أبورفا. ليش؟ أنتي ما بتحبيني؟ ليكي فارتيكا، هذا الشاب شكله ما في منه فايدة، يعني هو لهلأ ما عم يتفهمك،
ما عم تحضري الحصص ولا عم تتواصلي مع رفقاتك، حتى انت ما عم بتشوفينا لانك عم بتقضي كل الوقت معه، وبعد كل هاد لساته عم بيشك فيك ومو عاجب تصرفاتك وعم بيزعلك، وانا عم قلك هالكلام لانك لسه ما تعلقتي فيه. بعرف بشو عم بتفكري يا فارتيكا، نحن يلي قلنا لك تعطي فرصة لهذا الشاب ليصير يحبك وتحبيه، ونحن هلأ عم نقلك تتركيه وتنهي هذا الحب. بوقتها حسينا إنه هو بيحبك كتير فارتيكا. شوفي، أنا بعرف إنه القصة مانا سهلة، بس فكري فيها شوي. بقصد حتى لو كان هو بيحبك، طيب شو الفايدة من هذا الحب يا رفيقتي؟ لو سمحتي لا تزعلي، نحن عم نحكي مشانك ومشان مصلحتك، أنت ما رح تكوني سعيدة. طيب قوليلي، ما بتستاهلي حدا أحسن؟ ايه عن جد فارتيكا، انت بتستاهلي احسن من هيك، ونحن حاسين انه ما لازم تبقي معه ولا ساعة. شوفي بنت مثلك حلوة ومرتبة وواعية تستاهل الاحسن منه، خلاص بقى اتركي. تعرفوا شغلة؟ الثقة كتير مهمة بين كل شاب وبنت مرتبطين ببعض، لازم يكونوا متفاهمين وبيحبوا بعض من دون شك. كل ارتباط لازم يكون مبني على الحب والثقة الكبيرة بين الشخصين، لأنه بدون التفاهم والثقة الحب ما بيدوم، مثل الحب اللي بين فارتيكا وأبو رفا، لأنه أساس الارتباط كان غلط. الحب والإعجاب ما نون كافيين للارتباط أبداً، هو ما كان يوثق فيها بس هي حبته كتير، فصارت الضحية هي فارتيكا. الثقة والصدق بين الاثنين هنن أساس الحب، بس ما نون كافيين بالنسبة لأبو رفا. ايه طبعا وانا ما بخاف، انا ما بحب اخي اخي. ايه نقعد وننبسط سوا. شو بدك؟ بدي الوان، اعطيني مصاري اشتري الوان. ايه بدها مشوار، الجو كتير حلو. هاي 1000 روبية مسيك. يسلموا، وبدي اشتري فرشاية. أعطيني حق فرشاية. مسيك روح. شكرا شكرا. أنت بتجيب الأكل وأنا بجيب العصر. شكرا ماشي شكرا. طبعا شو نعم. شو عطيته؟ خير شبك، فوتي بالموضوع. ليك أبو رفا، ما بقى فيني كفي. يعني شو قصدك؟ مسافرة لشي مكان؟ لا أنا ضالة هون، بس أنا تعبت كتير وبدي ننفصل أبو رفا. كي؟ بتحبي حدا غيري؟ آه؟ قولي بتحبي حدا تاني؟ أيوة أيوة، لهيك مزعوجة مشان رفقاتك ودائماً عم تحكي مع أمك. أي منيح؟ جاوبيني، مين اللي حاببتي؟ قولي. لك شو هالحكي الفاضي هاد؟ من كل عقلك بدي حب غيرك؟ ومين هو؟ أنت واحد مجنون، ما فيك تروحي لهون وما فيك تروحي لهنيك. قلي ليش عم تأسرني وليش عم تخنيني؟ قلي ليش عم تساوي هيك أبو رفا؟ وانت بتروح لو حتى بدي ازعل، بس المهم انك تروح. خلص اعمل مثل ما بدك، بس ليش عم تقيدني؟ ماني لعبتك أبو رفا. رح احكي معك حكي وافهمه، انا رح ضل اعمل شو ما بدي وبكيفي، فهم؟ بحكي مع مين ما بدي وما بتتدخل فيني، وانت ما فيك تمنعني عن اي شيء، عم تفهم؟ لا تزعجني اكثر، انا ماني متحملة. سكتي، وصلك الجواب؟ هذا هو الحب. شوفي فارتيكا، طلعي فيني، الكف بيعبر عن حبي. خلاص اهدي، شوفي انا ما بحب مد ايدي عليك، ما تعملي مشاكل. شو عملت؟ انت دائما بتعملي هيك فيني. خلاص اسف. شوفي كل اتنين بيتخانقوا مع بعض. ايه روقينا، خليكي مبسوطة. تعي وقفي بك، بعتذر. رقتي؟ تعي يلا تعي. بتحبي حدا غيري؟ آه؟ قولي بتحبي حدا تاني؟ فارتيكا فارتيكا
وينك؟ دورت عليك كتير اليوم ما لقيتك. شبكي فارتيكا؟ أنكر أنت هلأ لازم تروح من هون. ما بعرف شو رح يعمل أبورفا إذا شافك. قصدك أخي؟ أبورفا ما رح يعرف إلا إذا مرق، وهو ما رح يمرق. على فكرة هو راح على الحمام، وأنا أنا قفلت الباب عليه من برا وما رح يقدر يفتحه بدوني. أو لحتى ينادي والكل يعرف إنه الآن جوات الحمام. ليكي بدي أقول لك بارتيكا، ليكي بتمنى ما يكون عندك مانع لحتى أعطيك هدية. لا. بس ليش جبت لي هدول كلهم؟ لأنه أنت حلوة وكمان أنت رفيقتي ورفيقتي كمان، وشفت أنه الواحد بيقدر رفيقته وأنت رفيقتي أحلى وحدة بالمدرسة، وحبيت هديكي لهيك رحت اشتريت لك وردة وكمان شوكولا. شو؟ حبيتي الهدية؟ أنت مهضوم؟ الهدية كتير حلوة. ما بعرف كيف أخوك بيقدر يضربك ويزعلك. يعني هو أخذها عادي إنه يضل يضربني عطول. بعرف إنه هو ما بيحبني بنوب. عن جد؟ لا أنا بعرف إنه أخي ما بيحبني أبدا. كل الأخوة الكبار بيهتموا بأخواتهم الأصغر منهم. كمان رفقاتي بيقولوا لي إنه أنا ماني ذكي مثل باقي الناس. حتى أخي بيقول لي هيك إنه أنا مجنون. بيقول لي مجنون. مين قال إنه مانك ذكي؟ أنت يا أنكور كتير ذكي. ليك لو ما كنت ذكي وشاطر كنت بترسم هيك رسمات حلوة شي؟ طيب وإذا قصدك مشان الدراسة أنا موجودة ورح ساعدك أنكور. وبلكي أخي عرف بهذا الموضوع؟ ومين رح يحكي بالموضوع؟ لا هذا الموضوع بيناتنا، بس انت لا تحكي قدامه. شو رأيك بهالفكرة؟ ماشي اتفقنا. جبتلك شغلة حلوة، حلوة كتير. لألي؟ ايه شكراً كتير. عن جد شكراً. يلا امشي معي رح نتأخر.
يلا لا. انا عم حذرك خلصنا بقى لا تعملي هيك أورفا فهم علي بقى ليشك عم بدي افهم عليكي شو بدي افهم هي اخر مره بحذرك لا تعيديها خلصنا لو سمحت تفضلي جيب لنا سمبوسك وشي بارد روح فارتيكا لساتها هون رح نتسلى كتير ايه معك حق ليك شو مبسوط شو حلوة بكرة بيجيني رفيق يكون مثل الأخ الكبير اللي بتمناه وانتي رح يجيك رفيق كمان شفت كيف كل واحد بيدي رفيقته وانتي رفيقتي أحلى واحدة بالمدرسة لهيك رح تشتريت لك وردة وشوكولا شو حبيتي الهدية فهمتوا؟ ايه فهمت كل شيء فهمت سمت؟ نعم بعتت واحد مشان الشنطة وينه؟ ليكو هنيك خدني لعندي يلا
تعال راح يلا تعال يلا. وين كنت أنكور؟ أنا ناطرتك وإنت ليش جاي هيك؟ آسف، بس لأنه كان لازم روح جيب لك وردة يا حلوة زكية، خديها وهي شوكولا كمان خدي. بس أنكور ما كان في داعي تجيب هالشغلات، شو بك؟ ليش خاطرت هيك مخاطرة؟ بلا في داعي، ضروري إني جيب وردة، بس لحظة. وهي الرسمة، شوفي نحن الاثنين، خديها. ايه عن جد كتير حلوة. معك حق. وانا انبسطت. تاخذ العقل طبعا كتير حلوة. مو دريان قال لي شو صاير؟ اخوك طلع مو قليل، عكس مو مبين، قاعد برا مع رفيقتك. كيف؟ شو هالحكي الفاضي؟ أنا شفتهم بعيوني، إذا عم كذب جاهز لأعمل شو ما بدك بس ما تكذب عيوني. طيب وينهم هلأ؟ بآخر مقعد بالحديقة. تعا قوليلي، أنت مبسوطة معي؟ تعال شوفهم ليكن فيك. انت مجنون؟ انت يا اخي وعم تخوني؟ انا اللي مفكرك بريء وانت طلعت اكبر كذاب. لا انت مالك بريء. ابو عرفة انت مين مفكر حالك؟ عيب عليك تضرب اخوك الصغير. اذا اخوك ما بتحبه انت كيف رح تحبني لالي؟ وعم تناديله مجنون عن جد؟ تعرف مين المجنون يا حسرك؟ يلي بيضرب رفيته وبيهينه وبيعاملها معاملة سيئة، أو أخوه يلي بيحترمه وبيعمل له قيمة وبيهتم فيها ويلي بيحبه وبيحب قلبه مو بس شكله. سيد أبو عرفة ماثور، اللي أنت كيف رح تفهم الحب؟ واحد بلا مبادئ مثلك بحياتك ما رح تحب. كيف رح تحب الناس؟ تحب الناس لازم يكون عندك قلب، وانت ما عندك يا. وبتضلك تقول عن اخوك مجنون، بس بصراحة انت المجنون وهو الشيء اللي بتملكه اقل من يلي بيملكه اخوك الصغير اللي بتقول عنه مجنون. يا مجنون معك بحس حالي مخنوقة ومو قدرانة اتنفس، بس لما بكون مع اخوك هذا اخوك يلي مو عاجبك بشعر بالحب والحنان، بقدر اتنفس بحرية. خلاص أبو عرفة بكفي لهون، واسمعني كتير منيح شو رح أقول. إذا شي مرة بتجرب تطلع بأنكور نظرة واحدة غلط، بوعدك إنه الكل رح ينصدموا فيني، رح تلاقي فيني أقوى بنت بالكون. يلا أنكور دقيقة شوي، بدي اقول لك شغله. ايه يا اخي، هي انا قدامك، عصب علي، بس اذا بتقرب منها او بترجع بتضربني رح اقول لبابا ورح بلغ الشرطه ورح اقول لهم انه اخي الكبير بيضربني، رح اقول لهم انك تضربني على طول وهن ما رح يرضوا. انا بنوب، ماني حدا ضعيف بنوب. صحيح انت اخي الكبير، بس ما بتفكر فيني. أنا أحسن منك، عم تفهم؟ امشي.
هو الشيء الوحيد يلي ما بتقدر تحدده بس لازم تفوز فيه. مو بسهولة منقدر نحب. الشاطر هو اللي بيقدر يفوز بالحب. لتفوز بالحب لازم يكون عندك نوايا منيحة، يكون قلبك صافي. وأبورفا للأسف ما كان بيملك هالشي، ما كان مزوق مع البنت، كان كل يلي بده إياه إنه يسيطر على فارتيكا، وهذا يلي ما صار منه. وأنكور شو عمل؟ حول صداقته مع فارتيكا لحب كبير لأنه كانت نيته صافية، بس فارتيكا ما لاحظتها أبداً. فارتيكا ما حست بأول فترة. بعدين شو صار؟ فارتيكا وأنكور قرروا يضلوا مع بعض. في حدا قال جملة صح، الحب ما بيصير بين شخصين كرمال الكمال اللي محتاجينه، أحياناً بيصير بسبب النقص يلي حاسينه جواتهم.